أيضا في محافظة كفر الشيخ، إيه اللي حصل؟ عشان كده احنا معانا سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. سيادة اللواء تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بيك يا فندم. التعامل مع هذا الملف تحديدا مع مد الفترة الخاصة بالتصالح، وأيضا لو في أي شكاوى يعني مكتب محافظة كفر الشيخ استقبلته وتعاملت بشكل مباشر مع هذه الشكاوى. والحقيقة احنا بنشهد في الفترة الماضية اقبال على منظومة التصالح، وشهدت في الايام الاخيرة قبل الغلق وقبل المد تم لمدة شهر ونهاية العام، حقيقة كان في ضغط على المراكز التكنولوجية عندنا. احنا ميسرين المراكز التكنولوجية عندنا في كل المراكز والمدن، كمان أضفنا حوالي 88 مركز في بعض القرى عشان في بالتنسيق مع مديرية التعليم على ذات النهج. أضفنا كمان التعامل عبر الإنترنت على بوابة الخدمات الحكومية للمحليات، يقدر المواطن يدخل إلكترونيا وهو موجود في منزله أو في عمله، ويدخل على بوابة الخدمات الحكومية ينقي منظومة التصالح في كفر الشيخ، يبتدي يتعامل ويطلع له القيمة اللي مطلوبة إلكترونيا، يقدر يدفع بأي بطاقة دفع إلكتروني فيزا أو مصر. فإحنا يعني تعدينا ال101 ألف طلب حتى الآن. أتمنى أنه الباقي اللي كان ما تمكنش في خلال المدة الماضية تم مد الفترة، هو شهر لحد آخر احنا في السنة. انتظار بالضبط كده، احنا في انتظار لمن يتقدم، والتعامل معاه بسيولة صحيح. ويسر. والحقيقة احنا ما شاهدناش أي شكاوي، احنا يعني حصل تخفيضات متعددة والحمد لله. يعني التخفيض الأكبر كان طبعا انه سعر المتر لأهالينا في القرى نزل ب 50 جنيه، بتاع يعني ده اعتقد انه تسهيلات ريح كتيرة جدا لأهالينا ريح سواء الغالبية كانت العظمى من محافظة القطاع. كفر الشيخ أو أي محافظة أخرى في مصر يعني. وأكيد هنتواصل مع حضرتك دايما سيادة اللواء، يعني اسمح لنا عشان نعرف آخر الأوضاع الخاصة بمحافظة كفر الشيخ. سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، شكرا جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل. مش